بنجد تحية لكل المشاهدين ولضيوفنا معانا النهاردة، وما زال الحوار مستمرا وفي محاولة منها لحسم صراع المنابر بينها وبين الجماعات المتطرفة. قررت وزارة الأوقاف منح 100 موظف أو 100 من موظفيها الضبطية القضائية لضبط شؤون الدعوة. وأعلنت وزارة الأوقاف أن مهمة الأئمة الذين تم اختيارهم بعناية وفقا لما أعلنه البيان الرسمي هي ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد ومنع الدخلاء وغير المؤهلين من اقتحام المنابر واستخدام المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصلحة العليا للوطن، كما تشمل المخالفات التي تستخدم فيها الضبطية القضائية صعود المنبر بدون تصريح أو اقحام المساجد في أمور سياسية وحزبية أو الدعوة للتظاهر والتخريب. كان المفروض ان ده شغل وزارة الأوقاف، المفروض الدولة كلها مش بس الأزهر تتكلم بقى في المضمون. يعني انا خدت الإجراءات دي بس انا ابحث عن المضمون، كيف يكون عندنا خطاب ديني مستنير عصري؟ ايه اللي ناقصك عشان تعمل التجديد ده كحضرتك كخطيب وإمام وواسطة بين الناس؟ أولا هو الخطاب الديني، السيد الوزير لما عمل موضوع الخطب اللي هي بتيجي جاهزة لنا ديت، الواحد بقى له عليه تعليقات كتيرة جدا بتبقى غير خطبة الجمعة دي بتجيلك مكتوبة، بتيجي مكتوبة، ما هو يمكن عشان اللغط والناس اللي بتتكلم في أيوة نعم. ما فيش مشكلة، أنا ما فيش مشكلة بعترضش على حاجة زي كده، بس هو المفروض يبقى إيه يجيب في الخطب ديت كل دورك أحكام. إن أنت تقولها كل دورك ان انت تقولها بس وخلاص، يبقى انا كتسجيل بطلع احفظ الكلمتين واطلع اقولهم زي ما هم وخلاص على كده. واي خروج عن النطاق من الناحيه الثانيه ممكن يبقى فيها جيزه او فيه كذا. طيب وفي حد ممكن يفتش عليك وتتجازى؟ اكيد طبعا. طيب اوكي، بغض النظر عن دي نقطه مهمه احنا قلناها، هو قصه خطبه الجمعه، انت ايه اللي يعني يبقى في عندك تطوير في مهاراتك كامام وخطيب؟ اكيد محتاج اللي انا اشتري كتب، لان يبقى عندي نت كمبيوتر عشان اقدر اوصل للمستوى اللي ايه الفكر اللي انا بعيش فيه في المنطقه. تمام. وحضرتك يا شيخ رجب؟ والله حضرتك احنا كخطباء بجانب شغلنا طبعا في التدريس في العلوم الشرعيه محتاجين يعني ان وزاره الاوقاف تنظر الى المكافاه بحال يتحول. حضرتك بتتكلم على الجانب الشخصي، انا بتكلم بشكل عام. تجديد الخطاب الديني، الفكر الديني، ازاي انا يبقى عندي عقول مستنيره في مصر علشان الدين ده عامل لنا ربكه كبيره جدا. ده واجب على الامام او الخطيب، نقول مثلا مش كامام، تفسير الدين، كامام وخطيب، ان هو ينشط الدعوه في المسجد، بمعنى يكثر من الدروس. هو مؤهل، مؤهل ان شاء الله. نعم. هو مؤهل، الامام الخطيب طبعا مؤهل، عنده من العلم. لا، الوزاره المفروض توفر له. بص حضرتك، طيب الوزاره هقول لسعادتك، الوزاره توفر امكانيات لسعادتك على حاجه. حينما اراد معالي الوزير بارسال خطب الجمعه، ماليش دعوه بالموضوع، معالي الوزير ماشي يا فندم. نعم. اعطى الموضوع بعناصره بادلته لفضيله الامام. لفضيلة الإمام أن يختار من الأدلة والعناصر ما يتيح له أن يحضر معها خطبته كاملة، يلتزم بموضوعنا بالأدلة بالعناصر، يجيب أدلة من عنده. بس الشيخ عبد الحليم بيقول أنا بطلع أقولها وخلاص. لا يا فندم، هو المفروض يجتهد فيها. يجتهد بإذن حضرتك والمجال مفتوح. ولا هنا الاجتهاد مع نص. لا 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 لا، في ليس بإذن حضرتك. والجمال في واضع الخطب ليس نفاقا او رياء. طب الموضوع يسع. طب بعيدا عن خطبة الجمعة، نمرة واحدة الخطاب الديني، نمرة اتنين يا فندم، عندنا مجلات منبر الإسلام نأتيها والحمد لله بفضل ربنا التفسير الحديث والجديد موجود عندنا، تفسير فضيلة الشيخ الشعراوي، تفسير جديد، تفسير فضيلة الشيخ الطيب، تفسير جديد، تفسير فضيلة الشيخ الأزهر عليه رحمة الله، تفسير جديد، الكتب الجديدة بتفاسيرها وأحاديثها موجودة، لا نستغني عن القديم بل نأخذ منه ما يطلعنا في هذا العصر في الوصول إلى الجديد. على كل حال، لا جديد بدون قديم. هو عايز زي ما الأستاذ محمد قال، عايز نسبة ذكاء مرتفعة جدا وعلم كتير جدا، علم بمعنى الاستنارة. نعم. في كل جوانب العلوم. حضرتك سريعا ازاي نعمل؟ والله سريعا، مبدئيا انت حضرتك بتتكلم عن خطبه الجمعه، مبدئيا معلومه جديده للساده المشاهدين، خطبه الجمعه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو ده مفروض لحظه استثنائيه من تاريخ الزمن، هيعلمنا امور ديننا وبين ايدينا الكلام من السماء الى الارض، ده يوحى اليه، ده راجل مهم جدا. نعم. كانت خطبته 5 دقائق. نعم. وإحدى الصحابيات قالت حفظت صورة قاف من كثرة ترداد النبي على المنبر. نعم. على المنبر. نعم. يعني إيه الكلام ده يا أستاذة؟ معلش. نعم. يعني النبي ما كانش بيخطب،
النبي ما كانش بيخطب، كان بيطلع يقرأ صفحتين من القرآن وصدق الله العظيم وينزل ويصلي بالناس ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين. فالنبي لو كان عايش النهاردة بين ظهرانينا لألغى خطبة الجمعة، دي رقم واحد. لا رقم اتنين رقم اتنين رقم محمد بعدين ازدعت بس عشان في النقطة دي بعدين ازدعتك. الجمعة فرض عين على كل صلاة الجمعة يا فندي، بعدين صلاة الجمعة أنا مع ساعة أنا يا فندي الجمعة فرض عين على كل مسلم. لا ما تقولنيش اللي أنا ما قلتوش. ثانيا بس فرض عين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا استاذنا الجمعة تخول بالموعظة الخشية السلامة علينا مع الجمعة كان في أحد مع الجمعة كان في وحي يا فندم. انا بس اكمل وجهه النظر مع سعاده يعني انصاف الحقائق محض اكاذيب. اتفضل انصاف الحقائق محض اكاذيب. انا مش عايز حد يقتطع بس من كلامي. مفيش اقتطاع يا فندم. ليست بعد اذنك هنعمل حلقه خاصه عن خطبه الجمعه يا فندم تحت امرك. الجمعه سوره في القران اسمها سوره الجمعه. تمام كويس. وفريضه اسلاميه من خلينا نخرج من خطبه الجمعه. الملحوظه بس رقم واحد ان خطبه النبي كانت خمس دقائق فكيف لهؤلاء النهارده كان في وحي ساعه بالساعتين كان في وحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نجدد في اطار خطبه الجمعه برضه؟ نعم. كيف نجدد الرسول اول خطبه ليه كانت بعد حوالي 15 سنه من البعثه. حوالي كده 13 سنه في مكه ما فيش جمعه. نعم. لما هاجوا يبقى 15 سنه المسلمين الاوائل عايشين بلا خطبه جمعه. نعم. ده تاريخ مش راي انا. اول خطبه كانت ايه؟ ثلاث سطور وهقولها دلوقتي في اقل من نص دقيقه وابقى انا كده خلصت كلامي. قال لهم كل واحد فيكم هيموت وهيقف بين ايدين ربنا، هيسالوا عن كل شيء لحد الغنمتين اللي في ايدين اللي بيرعاهم، وحاولوا يا جماعه حاولوا تعملوا الخير ولو بشق تمره، فمن لم يستطع فبكلمه طيبه. نعم. ادي رساله النبي. نعم. بكلمه طيبه. اذا الكلمه الطيبه والفعل الطيب والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ومن يده وتجديد الخطاب الديني اصبح ضروره كما لم يكن من قبل في اي فتره مضت من تاريخ مصر. لا نريد ان يبقى مجرد شعار يتردد على الشاشات ونقرا عنه في الصحف، ونريده عملا وفعلا. نريد بدايه جاده فلم يعد الامر يحتمل التاخير. خطيب المسجد هو حجر الزاوية في أي تجديد منتظر. مطلوب الاهتمام بالخطباء والدعاء. مطلوب مراجعة نقدية للذات وإصلاح وتطوير منظومة التعليم كلها في مصر، مش بس التعليم الأزهري، وتسليح الخطيب بمهارات العصر في التواصل والوسائل التكنولوجية. لا تكفي الثورة الدينية، ولكننا بحاجة أيضا، احنا محتاجين ثورة دينية ولكنها لا تكفي، لأننا بحاجة أيضا إلى ثورة تلازمها في الضمير والأخلاق والتعليم كي يعود للمجتمع رشده وصوابه ويضع قدما على الطريق الصحيح للمستقبل. بشكركم، بشكر كل السادة المشاهدين، أشوفكم على خير. شكرا، إلى اللقاء.